يومان آخران. كيف تقيم هذا المشهد دكتور بشكل عام؟ يعني بداية هذا المشهد في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية من أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، والتي تدخل في منظومة جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية، والتي تعتبر انتهاكا صارخا لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ولكن هذه الهدنة أثبتت أن الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية أنها يعني أضافت البهجة إلى الشعب الفلسطيني، لأن الأسرى والمعتقلين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي يتعرضون إلى أبشع الانتهاكات الجسيمة كالتعذيب وحرمانهم من الحقوق المادية والمعنوية. وبالتالي هذه الهدنة المؤقتة ستكون يعني بداية لوقف القتال ووقف هذه الحرب العدوانية على الشعب الفلسطيني. وبالتالي نحن كشعب فلسطيني كل احترام وتقدير لهذه الصفقة، ونشكر جهود الوسطاء قطر وجمهورية مصر العربية على هذه الوساطة التي أدت إلى الإفراج عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. وبالتالي نحن نأمل أن يتطور هذا الوقف المؤقت إلى إنهاء حالة الحرب، لأن هذه الهدنة لا يعني تفرض على الشعب الفلسطيني المزيد من الجرائم والانتهاكات الجسيمة. وبالتالي هذه مسؤولية المجتمع الدولي، مسؤولية مجلس الأمن باتخاذ قرار بوقف هذه العمليات العسكرية حتى ينعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة كبقية شعوب العالم. وبالتالي هذه الصفقة مرحب بها نحن كشعب فلسطيني، ونأمل إن شاء الله أن تبيض كافة السجون الإسرائيلية من الأسرى والمناضلين والمعتقلين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. إسرائيل حتى الآن لا تعترف بالمركز القانوني للأسرى والمعتقلين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، وهذه أول جريمة تمارسها السلطة القائمة بالاحتلال ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وبالتالي ترتكب أبشع الجرائم بحق الأسرى. ونحن سنقوم بملاحقة ومساءلة كافة الجرائم التي ارتكبها السلطة القائمة بالاحتلال ضد السكان المدنيين وضد الأسرى والمعتقلين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، لأن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم. وبالتالي هذه الصفقة إن شاء الله ستكون مقدمة وبداية تمهيدية للإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، وستكون مقدمة لوقف العمليات القتالية وإرجاع القضية الفلسطينية إلى جذورها وأصولها، بحل القضية الفلسطينية حلا عادلا وشاملا. وبالتالي هذه ليست مسؤولية فقط الوسطاء، وإنما مسؤولية مجلس الأمن بالدرجة الأولى، لأنه هو المسؤول عن المحافظة على الأمن والسلم. وبالتالي اختصاصات مجلس الأمن اختصاص وقائي واختصاص قمعي، وبالتالي نأمل أن يتخذ مجلس الأمن ضمن الفصل السابع بوقف هذه العمليات العسكرية وحل القضية الفلسطينية حلا عادلا وشاملا، حتى ينعم الشعب الفلسطيني دكتور بحقوقه المشروعة وعلى رأسها حقه في تقرير المصير. لعل عدد كبير ممن يتابع هذا العدوان الإسرائيلي في الفترة الماضية ثم بدء الهدنة لم يكن يتوقع أن هناك كل هذا العدد الكبير من الأطفال المحتجزين والمعتقلين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، حتى من بينهم من هو يعني 12 عاما 13 عاما إلى آخره. يعني تحت أي مبررات قانونية اعتقلت واحتجزت إسرائيل كل هذا العدد من الأطفال؟ يعني بداية احتجاز واعتقال الأطفال الفلسطينيين والنساء كذلك يعتبر مخالف لاتفاقية الحماية القانونية للأطفال لعام 89، ومخالف لاتفاقية جنيف الرابعة. وإسرائيل حتى الأطفال هناك يوجد تمييز عنصري في التعامل مع الأطفال ما بين الطفل الإسرائيلي والطفل الفلسطيني. وإسرائيل سنت من خلال الكنيست قانون راشقي الحجارة للأطفال، ويتم اعتقال الأطفال بسن 14، وهذا مخالف للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ولكن يعني بالرغم من هذه الانتهاكات الجسيمة، أنا أقول السلطة القائمة بالاحتلال تتحمل كامل المسؤولية القانونية الدولية عن جرائمها، وخاصة بما يخص الأطفال، لأنهم لهم حماية خاصة، الأطفال والنساء، لأنهم يعتبروا من الفئات الهشة أو الضعيفة في القانون الدولي الإنساني. وإسرائيل لم تلتزم ولم تطبق أي
بند من اتفاقية جنيف الرابعة ولا اتفاقية الطفل ولا اتفاقية حقوق الإنسان، وبالتالي كفى لهذه الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني وبحق الطفولة. بدلا من يعني الأمين العام للأمم المتحدة طنف روسيا من الدول على القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال أو حقوق الإنسان، وبالتالي مطلوب من الأمين العام من خلال هذه الانتهاكات التي يتعرض لها الطفل الفلسطيني والمرأة الفلسطينية أن يدرج إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال على قائمة العار أو لا. قائمة جيش الاحتلال الإسرائيلي على قائمة منتهكي حقوق الإنسان. هناك لابد من اتخاذ آليات قانونية وقضائية لمساءلة وملاحقة هذه السلطة القائمة بالاحتلال، وإلا سيبقى القانون الدولي نظريا فقط نتحدث عن نصوص في اتفاقية جنيف وفي اتفاقية حقوق الإنسان، ولكن المشكلة تكمن في عدم احترام والتزام إسرائيل لهذه الاتفاقيات، وهي تتضرع بسن تشريعات عنصرية تمييزية من خلال ما يسمى بالكنيسة المؤسسة الديمقراطية، وبالتالي هذه مسؤولية المجتمع الدولي، مسؤولية الأمم المتحدة، مسؤولية مجلس الأمن، مسؤولية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المنظمات الدولية الأخرى ومجلس حقوق الإنسان لاتخاذ الإجراءات القانونية بوضع الجزاء والعقوبة في القانون الدولي. بدون جزاء وعقوبة وبدون مساءلة ومحاسبة للسلطة القائمة بالاحتلال ستستمر في ارتكاب أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني. وهناك فرق وتمييز ما بين حق المقاومة المشروع المرتبط بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وما بين الإرهاب الذي تقوده السلطة القائمة بالاحتلال من خلال مجموعة تدفيع الثمن وشباب الاحتلال. بدل أن يصنف أو تصنف حركات المقاومة في قطاع غزة بأنها إرهابية، لابد من تصنيف هذه الحركات بإرهابية، ولابد للمجتمع الدولي أن يتوصل إلى اتفاقية دولية لتعريف ما هو الإرهاب، ولا يترك لهذه الدولة أو تلك السلطة القائمة أو كالولايات المتحدة الأمريكية أن تعرف الإرهاب وفق لتشريعاتها الوطنية. وبالتالي هذه إشكالية دولية، لابد من تعريف للقانون الدولي لقضية الإرهاب، وهذا وعدم التعريف وعدم الوصول إلى اتفاقية دولية هو لخلط الحابل بالنابل ما بين حق المقاومة المرتبط بحق تقرير المصير وما بين الإرهاب الذي تقوده هذه الدولة أو تلك. طيب دكتور الشلدل، لعلنا استمعنا إلى اطروحات كثيرة خلال الفترة الماضية، ليس فقط فكرة التهجير، تهجير الفلسطينيين إلى أماكن أخرى، إلى مصر، بعضهم حتى إلى دول أوروبية كما طالبت فيما قالها وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية، لكن الحديث عن الإتيان بقوات أجنبية أو أممية أو من دول أخرى لداخل قطاع غزة، من الناحية القانونية كيف تقيم مثل هذه الأطروحات دكتور؟ يعني أنا من وجهة نظري القانونية أقول هذا سابق لأوانه. القضية المركزية الأولى هي وقف الحرب. لا يجوز للسلطة القائمة بالاحتلال أن تعلن الحرب على إقليم محتل، هذا مخالف وانتهاك لميثاق الأمم المتحدة وخاصة المادة 2 بند 4، عدم احتلال أراضي الغير بالقوة أو التهديد بها. هذه جريمة ومخالفة لميثاق الأمم المتحدة، وبالتالي وفقا للمادة 6 من ميثاق الأمم المتحدة، إذا الدولة كسلطة القائمة بالاحتلال أمعنت في انتهاكها لميثاق الأمم المتحدة، من حق الجمعية العامة أن تقوم بطرد هذه الدولة بتوصية من مجلس الأمن، وبالتالي لابد من اتخاذ إجراءات دولية. وجريمة التهجير القسري هي مخالفة لنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، وبالتالي جريمة الترحيل القسري للسكان أو الإبعاد جريمة ضد الإنسانية، والتهجير هو ممارسة منهجية تنفذها إسرائيل اتجاه مجموعة عرقية من الشعب الفلسطيني بقصد إخلاء الأراضي الفلسطينية، وهذا يستند إلى الفكر الصهيوني منذ عام 47 وحتى اليوم وهي تمارس هذه السياسة. وبالتالي يعني ما يحصل في قطاع غزة، نعم هناك سياسة للتهجير القسري، وقضية الحماية الدولية أو قضية قوات دولية لحماية الشعب الفلسطيني في غزة، أولا قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية هي أراضي محتلة. قطاع غزة في القانون الدولي ينطبق عليه قانون الاحتلال الحربي، وخاصة اتفاقية لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 49 والبروتوكول الأول. إسرائيل عندما سحبت من قطاع غزة أعلنته كيانا معاديا. لا يجوز للسلطة القائمة بالاحتلال، هذه مخالفة وجريمة دولية، أن تعلن الأرض المحتلة إقليما معاديا حتى تتنصل من الحماية القانونية للسكان المدنيين والأعيان المدنية. كل ما حصل في قطاع غزة تتحمله السلطة القائمة بالاحتلال، وبالتالي أنا من وجهة نظري القانونية أقول هذا
هذه المسألة القانونية في قطاع غزة أو في الضفة الغربية هي مسألة فلسطينية تحل عن طريق الأجهزة الدستورية لمنظمة التحرير الفلسطينية، هذا يقرره الشعب الفلسطيني وليس وصايا من هذه الدولة أو تلك لإرسال قوات دولية. أو هناك فرق ما بين الحماية القانونية للدولية التي طلبت أكثر من مرة من دولة فلسطين في الأمم المتحدة، وهناك قرارات من مجلس الأمن لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، بدل أن نفكر أن نرسل قوات دولية عربية أو أممية. هذا مرفوض من حيث المبدأ من وجهة نظر القانون الدولي ويخالف مبادئ وقواعد القانون الدولي. وبالتالي المطلوب حاليا من مجلس الأمن صاحب الصلاحية في هذا الشأن بأن يوقف هذه الحرب العدوانية. وإسرائيل تتضرع بنص المادة 51 من اتفاقية من ميثاق الأمم المتحدة حول حق الدفاع المشروع حتى تعطى الصلاحيات والمبرر من أجل ارتكاب العديد من المجازر والجرائم بحق الشعب الفلسطيني. وقضية حق الدفاع المشروع لحركات المقاومة لها أحقية حتى الهجوم وحقية الدفاع عن النفس، وليس مقصورا على السلطة القائمة بالاحتلال. وبالتالي المجتمع الدولي من صوت في الجمعية العامة وفي مجلس الأمن لوقف العمليات القتالية ووقف الحرب العدوانية على قطاع غزة هو مع تطبيق مبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ومن صوت ضد هذا القرار كالولايات المتحدة الأمريكية التي حالت دون نجاح هذا القرار سواء في الجمعية العامة استنادا لقرار الاتحاد من أجل السلم أو في مجلس الأمن، هذه كذلك يعتبر شريكا ومحرضا على ارتكاب أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني. وما يحصل في قطاع غزة هي جريمة إبادة جماعية استنادا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واستنادا إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948. ولا بد من مساءلة وملاحقة السلطة القائمة بالاحتلال عن جريمتها الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية لتحميلها المسؤولية القانونية والمسؤولية المدنية بجبر الضرر والتعويض، كما حصل مع يوغوسلافيا سابقا عندما رفعت قضية من قبل البوسنة والهرسك، بالإضافة إلى ملاحقتها ومساءلتها أمام المحكمة الجنائية الدولية لتحميلها المسؤولية الجنائية القانونية الشخصية في هذا الجانب. يعني اسمح لي ولعله يكون سؤالي الأخير، مسألة يعني وقوف إسرائيل والاحتلال الإسرائيلي أمام المحاكم الدولية، المعاقبة على ما قامت به من عدوان ومجازر إلى آخره، يبدو أمر صعب المنال، إذ لم يكن بعيد المنال. تبدو إسرائيل محمية بشكل أو بآخر من القوى الدولية، خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية. ففكرة الاعتماد على القوانين الدولية في ملاحقة إسرائيل، معاقبتها وإدانتها لما تقوم به، تبدو يعني فكرة يعني انتهت بشكل أو بآخر كما يرى البعض دكتورة شلالدة، وفقا لكل التجارب السابقة. ليس هذا صحيح؟ يعني بداية نحن كشعب فلسطيني منذ الاحتلال عام 67 وحتى تاريخ الشعب الفلسطيني لم يذعن إلى السلطة القائمة بالاحتلال، وبالتالي هو يقاوم هذا الاحتلال. حسب تقرير الأمم المتحدة هناك مليون أسير في سجون الاحتلال تم احتجازهم واعتقالهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي الشعب الفلسطيني هو يناضل من أجل حق تقرير مصير وحقه مطفول في القانون الدولي، بالإضافة إلى حقنا في المقاومة بكافة أشكالها السلمية وغير السلمية. لا بد من التحرك الدولي، ونقول القضاء الجنائي الدولي هو مطفول كذلك. هناك في جهاز قضائي ممثلا في المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي هذا جهاز مستقل عن الأمم المتحدة. الولايات المتحدة الأمريكية أبرمت أكثر من 90 دولة لإعطاء الجنود والضباط الأمريكان الحصانة، وإسرائيل ليس أحد محصن في القانون الدولي الجنائي. أنا أتحدث من ناحية قانونية، وبالتالي أنا أقول نحن ليس فقط أمامنا وسيلة هي فقط المحكمة الجنائية الدولية، هناك مبدأ الاختصاص القضائي العالمي، هناك تنازع القوانين ما بين، لأن إسرائيليين يحملون أكثر من جنسية، وبالتالي استنادا إلى قرار من الجمعية العامة جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية. هذا نضال، بالإضافة إلى نضالنا في حقنا في المقاومة بكافة أشكالها، هذا النضال القانوني والقضائي كذلك لا نمل منه، هو مطفول في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. سيأتي اليوم الذي يمثل رئيس الوزراء ووزير الدفاع أمام القضاء الجنائي الدولي في أي قضاء، سواء كان قضاء مبدأ الاختصاص القضائي العالمي أو سواء كانت المحكمة الجنائية الدولية. وبالتالي من خلال هذه الجرائم المطلوب
من المدعي العام السيد كريم خان أن يشرع بالتحقيق الفوري بمقترفي جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية من أجل مثولهم أمام المحكمة الجنائية الدولية. وهناك العديد من الدول، هناك أكثر من 6 دول يعني بعثت إلى المدعي العام بفتح هذا التحقيق الفوري لدى المحكمة الجنائية الدولية. والمطلوب من الدول العربية والإسلامية أن تقوم بالانضمام إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حتى نخلق هناك نوعا من التأثير في جمعية الدول الأطراف، لأن هناك فقط 123 دولة مصادقة على النظام الأساسي، وفقط 5 دول عربية صادقت على هذا النظام بما فيها دولة فلسطين في هذا الجانب. وثانيا مطلوب من الدول العربية والإسلامية من خلال المؤتمر الذي عقد في الرياض بأن تسن هذه الدول من خلال برلماناتها على التشريعات الجزائية لمساءلة ومراهقة مجرمي الحرب، بدلا نذهب إلى القضاء الفرنسي أو القضاء الألماني أو القضاء البلجيكي. لماذا لم نساءل، لماذا لم نلاحق هؤلاء المجرمين أمام القضاء الوطني في هذه الدولة العربية أو تلك، بدل أن يتجولون في هذه الدولة أو تلك؟ وبالتالي هذا مطلوب حتى نفعل مبدأ الاختصاص القضاء العالمي، وذلك استنادا لنص المادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم الدول وكافة الدول المصادقة أن تلزم الدول بسن تشريعات جزائية لمساءلة ومراهقة من يرتكب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بغض النظر عن مكان وقوع الجريمة أو جنسية مرتكبها. شكرا جزيلا. المجال مفتوح أمامنا، وجرائم الحرب لا تسقط بالتقادم، ونحن كشعب فلسطيني لا نيأس من فتح كافة الملفات ونفعل كافة الآليات القانونية والقضائية من أجل المساءلة والملاحقة للسلطة القائمة بالاحتلال. دكتور محمد الشللدة وزير العدل الفلسطيني كنت معي عبر الهاتف، جزيل الشكر لك. مشاهدينا الكرام، تقاتل حماس قوات الاحتلال.